السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت إن شاء الله نشارك معكم طريقة ديال تقطير ماء الورد أو ماء الزهر. هو عنده نفس الطريقة اللي بغى، اللي كان محتاج الماء ورد يدير هذه الطريقة، اللي محتاج الماء الزهر غادي يجيب بطبيعة الحال غادي يجيب الزهر، واللي باغي الماء ورد غادي يجيب الورد، وغادي يستعمل هذه الطريقة هذه اللي غادي ندير معكم. فهي طريقة اللي سهلة سهلة بزاف، كتوجد في ظرف ديال اقل من 5 دقائق، في 2 دقائق تقريبا كتوجد. ما كاينش مسهل من هذه الطريقه، يعني كاينين بزاف ديال الطرق باش كنحضروا وكنقطروا الماء ديال الورد. كاين واحد الطريقه اللي كان اللي كيستعملوها بزاف الناس ديال الكوكوط ولا طنجره، كيديروا فيها الورد الوسط داخل في الكوكوط في جنابها، وكيخويو عليه الماء، كيديروا واحد الزلافه وسط في الوسط داك الورد، وحده مقلوبه وزلافه اخرى صغر منها كتكون من فوق منها، وكيغطيوها مزيان ببلاستيك وبالغطاء ديالها، وكيبقى داك الماء كيتبخر وكينزل في هذيك الزلافه. هذاك الماء هو كيولي ماء ورد، هو اللي كيعطينا الماء ورد، ولكن كيعطي كميه قليله، والوقت كياخذنا بزاف ديال الوقت، واحد ساعه ونص ولا حتى لساعتين باش كيعطينا واحد شويه ديال المورد. وكاين نستعمل عاوتاني هذاك التيو اللي كنعلقوا المضاد ديال في السيروم، هذاك هو كتباع في الفرماسيان، حتى هو كيديروه في الصفاره ديال الكوكوط وكيخرجوا منه هذاك الماء. كل واحد وطريقته، كتشد الوقت اي طريقه كم يعني كتشد الوقت، كتبقى هذه الطريقه اللي غنستعمل معكم ان شاء الله اسهل طريقه باش نحضروا ما ورد طبيعي في المنازل ديالنا. وغتشوفوا معايا غادي نستعمل الورد البلدي اللي معروف ديال قلعه مكونه، هذاك البلدي، وغادي ندير حتى الورد العادي اللي كناخده من المارشي ديال الورد. غتشوفوا معايا كيفاش هذا اللون غيخرج وكيفاش الاخر، وانتم لكم الاختيار، اي وحده اللي بغات تستعمل شي ورد راه تستعمله. بالنسبه للطريقه فهي طريقه سهله بزاف كيف ما قلت لكم، ما غاديش تستغرق لينا بزاف ديال الوقت، غادي نوجدوه في واحد المده ديال اقل من 5 دقائق ان شاء الله. اول حاجه غادي نحتاج بطبيعه الحال الورد يكون من الاحسن، وماشي من الاحسن ضروري، هو ضروري خصو يكون بحال هكا، يكون باقي فيه اللون، باقي فيه الريحه جاهزه، ما يكونش بحال هكا صفر بحال هكا صافي، هذا ما كيخرجش لنا الورد زوين، ما فيهش الريحه، ما فيه لا جهد لا والو، بحال هذا ما ناخذوش، ناخذو يكون باقي بحال هكا زوين. وغادي نحيدو ليه هاد الوريقات هاد الخضرين، حتى هما غادي نحيدهم، ما غاديش نستعملهم. غادي نحتاج اولا كيف ما قلت لكم الورد، وغنحتاج الماء، وغنحتاج لهاد القطاره ولا عصاره ديال القهوه، هذه هي اللي غادي نحتاج فاش غادي نقطر هاد المورد هذا اللي غادي نحتاج. انا دابا غادي ندير هاد العصاره ديال القهوه عندي قديمه، تفاديا هذاك الاخر باش ما يبقاش ليا فيه ريحه الورد، حيت كنستعملو هذاك تقريبا يوميا في القهوه، فهذا عندي قديم هو اللي غادي نستعملو. وكيف ما كتشوفوا انا راه كنعزل غير هذوك الوردات، كنحيد منهم داك العراش ديالهم الخضر. شوف هادو كيكونوا باقيين طريات، باقيين زوينين بحال هادو اللي زوينين صافي. انا دابا عمرت هذا، نزيد نعمرو مزيان، خص نعمرو مزيان حيت بغيتو يكون مقطر، باش الورد يكون يعني مجهد.
دابا غادي ندير الماء. الماء انا درت تقريبا كاس صافي، وغادي نسد عليه. غادي نحطو فوق فوق البوطه كيف ما بحال غادي ندير القهوه، ولكن غادي نقص عليه البوطه مزيان مزيان، ما غاديش نجهد البوطه باش يلا يطلع هذاك الماء على خاطره. ها هو المورد اللي حصلت عليه، حصلت على شي ريحته. كيفاش دايره هنايا؟ يعطي واحد الريحه زوينه، ولات عندي هنايا ريحه الورد، ورد اللي طبيعي، وفي مده ديال جوج دقائق ولا ثلاثه كيكون عندنا ما ورد كنستعملوه يعني طبيعي 100%. دابا غادي نديرو في هاد القرعه، هاد القرعه ديال الزاج كنت اصلا شاريه، هاد القرعه كنت شاريه فيها ما ورد، دابا غادي نديرو فيها. هو كاس كاس ما عامرش، عطاني قريعه قرعه، ومن الاحسن نديروها في القرعه ديال الزاج، ما نديروش في البلاستيك حيت من فاش كيكون سخون ما نديروش في البلاستيك مباشره، ولا نخليه حتى يبرد عاد نديروه في شي قرعه ديال البلاستيك. المهم الاحسن يكون ديال الزاج. وكيف ما شفتوا ها هو عندي ماء ورد طبيعي كيف ما في لومبالاج، عندي صالح للبشرة الوجه، ضد التجاعيد، علاج العيون، ضد الحمى، يعني فيه بزاف ديال المنافع. وما ورد من طبيعة الحال حنايا ما كنقدروش نستغناو عليه، كبار وصغار، رجاله نساء يعني. وهاد الطريقه كتبقى اسهل طريقه، اسهل طريقه، ما كاينش محسن من هاد الطريقه ولا اسهل منها. فكنتمنى تعجبكم، ان شاء الله تعجبكم الطريقه وديروها وتحضروا ما ورد يعني في وقت ما احتاجيتو، يعني ديروا غير نص كاس كاس توجدوا، راه كيدير لكم واحد الاسبوع ولا، وتعاودوا ثاني حيت كما شفتوا الطريقه اللي سهله بزاف. وقد ما بقيت بغيتوه مركز يعني ما تكثروش الماء، واخا انا درت كاس ما عامرش ديال الماء، تقدروا ديروا غير نص الكاس وتبقاو وديروا نفس الكميه ديال الورد، وديروا غير نص كاس ديال الماء، فهكا تيجيكم الماء ورد مركز اكثر. وبغيت نجرب معكم حتى هذا الورد، هذا هذا ماشي الورد البلدي، الورد هذا العادي اللي كنشري ومعروف هذا، نشوف بغيت نشوف الفرق بيناتهم، واش غادي يعطيني هذا شي لون مختلف على هذاك، فانتوما معايا ونشوفوا كيفاش غادي يخرج لي اللون. هذا هو اللون اللي عطاني ديال هذا الورد، هذا كاين واحد شويه الاختلاف، الاخر كان عطاني واحد اللون كيف ما شفتوه اصفر باين، وهذا فيه شويه ديال الغوز على حساب الورد. المهم ولكن اختلاف شويه في اللون، ولكن الرائحه راه هذاك الورد البلدي اللي درت في الاول راه ريحته رائعه، الورد يعني حقيقي كتحسي بانك كتستعملي ما ورد. هذا جا مختلف اللون، شفتوا كيفاش عطى اللون غوز، ولكن الرائحه ما فيهش رائحه مجهده. هذا هو الاختلاف اللي كاين، يعني اللي بغى يستعمل هذا الورد ولا الورد البلدي راه بحال هكا تيخرج، ولكن الرائحه الاخر احسن. غير هاد الريحه اللي عندي هنايا في الدار، ما نقولش لكم ريحه الورد كيفاش عاطيه، زوينه زوينه بزاف. صافي غادي ندير دابا هذا، ملي برد واحد شويه درت ندير ليه هاد الرشاش ديالو صافي، وغادي نبقى نستعملو دابا طبيعي. وهذا ما ورد عندي دابا محضره في البيت، وريحته زوينه زوينه بزاف، ما غاديش زعما تجربوا ان شاء الله وردوا عليا بهذه الطريقه اللي سهله بزاف، راه ما كاينش ما سهل من هذه الطريقه في التحضير. لا ما الا بغيتوا ماء ورد ولا ماء الزهر حتى هو عندهم نفس الطريقه. فكنتمنى تعجبكم هذه الطريقه اللي وهذا التقطير ديال الورد، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، واللايك للفيديو، وشكرا، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.